بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، عواشركم مبروكة في كل مكان مع حلول إن شاء الله الشهر الكريم رمضان بإذن الله. قبل يعني بضعة أيام إن شاء الله لدينا هنا أسعار هواتف الآيفون بالمغرب أو في المغرب، أسعار هواتف الآيفون كاملة من الآيفون 12 إلى فما فوق إلى الآيفون 14. إذن أعزائي الكرام، سوف نبدأ من الآيفون 12 إلى الآيفون 14 في الجديد والمستعمل. هنا أعزائي الكرام، ثمن الآيفون 12 جديد 6400 درهم مغربي، وبالنسبة للمستعمل فهو يعني يصل إلى بالنسبة لذاكرة 64 فهي الآن تقريبا ب 4500 درهم مغربي إلى 6000 درهم مغربي بالنسبة لي كانت 256 جيجا بايت. وأما بالنسبة للآيفون آيفون 12 برو، الآيفون 12 برو بالنسبة لذاكرة تخزين 128 جديد فهو يعني يبدأ من 10727 درهم مغربي، وفي المستعمل فهو يعني الآن تقريبا ب 6800 درهم مغربي ويصل إلى 7000 درهم مغربي بمساحة التخزين 512 جيجا بايت. أما بالنسبة للآيفون 12 برو ماكس فهو جديد ب 11742 درهم مغربي، أي 1,700 درهم مغربي و42 درهم، ولكن يعني فهو يبدأ الآن ثمنه يعني بين 7000 وبين 7000 و 8000 درهم مغربي على حسب النقاوة، ويعني بالنسبة للمستعمل على حسب النقاية إذا كانت الحالة ديالو جديدة وجيدة، وبالنسبة لي البطارية أيضا فيها يعني فيها النيفو ديال البطارية طالع ولا ليطان تاع البطارية طالع، فغادي يكون شد في الثمن حتى 8500 درهم مغربي بالنسبة لي كان 512 أو 256 جيجا بايت. وهنا لدينا الآيفون 13، الآيفون 13 ميني جديد ب 8117 درهم مغربي، أي تقريبا يعني 8200 درهم مغربي، وفي المستعمل فهو الآن فهو يصل إلى 3800 درهم مغربي أو يعني 4000 درهم مغربي إذا كان جيد جدا وب 512 جيجا بايت. والآيفون 13 العادي، الآيفون 13 نورمال العادي فهو جديد ب 9857 درهم مغربي، هذا الشيء يعني بالنسبة للمحلات الكبار. والمستعمل فهو الآن المستعمل فهو ب 6500 و 6300 درهم مغربي وإلى 6000 درهم مغربي بالنسبة إذا كانت الحالة جيدة، أو إذا كانت الحالة غير جيدة فهو يعني الثمن يصل إلى 6000 أو 6300 درهم مغربي. فهنا أعزائي الكرام سوف ننتقل إلى الآيفون 13 برو. آيفون 13 برو جديد ب 12000 درهم و 200 درهم مغربي، وفي المستعمل بين يعني 9000 و 9500 درهم مغربي بالنسبة للمستعمل، فيتراوح بين 9000 وبين 10000 درهم مغربي. وبالنسبة للآيفون 13 برو ماكس فهو يأتي هذا الهاتف جديد ب 13627 درهم مغربي، ومستعمل ب 11000 أو ب 10500 درهم مغربي على حسب الحالة كما ذكرت دائما. وبالنسبة للآيفون آيفون 2022 اس اي فهو يأتي بجديد ب 3700 درهم مغربي، وفي المستعمل نجده يعني يصل حتى 2500 درهم مغربي إذا كان نقي. وأما بالنسبة هنا وصلنا للآيفون 14، الآيفون 14 العادي جديد ب 9274 درهم مغربي ومستعمل، فهو مستعمل قليل الآن ولكن يعني نجده هو في بعض المحلات جديد أيضا جديد، ويعني كيكون غالبا مهرب ب 8000 درهم مغربي أو 8500 درهم مغربي، ومستعمل إلى 7800 درهم مغربي. وبالنسبة للآيفون 14 بلس 11017 درهم مغربي جديد ومستعمل نجده، ولكن دعونا نتكلم عن يعني البرودكتس أو المنتوجات المهربة بالنسبة للآيفون 14 بلس.
إذا كان مهرب فهو ب 9000 درهم مغربي في المحلات. يعني هذه بدون ديوان، ما كيكونش مديون، ما كيكونوش حاسبين الضرائب، فكيكون بهذا الثمن ب 9000 درهم مغربي مطرق في الباكية نتاعو يعني جديد. وبالنسبة للمستعمل فهو يصل يعني تقريبا بين 8000 بين 8000 و 8500 درهم مغربي. وأما بالنسبة للوحش الصغير الآيفون 14 برو فهو جديد ب 12467 درهم مغربي، وفي يعني نجده بالنسبة للمستعمل فهو الآن أصبح ب 11000 أو 12000 ثمنه، ما زال غالي الثمن ديالو. وبالنسبة للآيفون 14 برو ماكس الكبير والوحش فهو الآن ثمنه ب 13627 درهم مغربي، وفي المستعمل ايضا قليل جدا ونجده ب يعني ب 12000 درهم مغربي. اعزائي الكرام، كما شاهدتم كانت هذه هي اسعار الهواتف، ولكن هناك بعض المحلات تبيع الايفون 14 برو والايفون 14 برو ماكس بثمن مرتفع وبثمن منخفض ايضا، نجد كل هذا ويعني يبقى ذلك ايضا على حسب كل مدينة في المغرب وعلى حسب ايضا البلدان العربية، فكل هذا يختلف. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. إذا أعجبتكم مثل هذه الفيديوهات، إذا أردتم أن أقوم بعمل سلسلة لأثمنة الهواتف، اذكروا كل هذا، شاركوني تحت التعليقات حول ما تريدون، وإن شاء الله سوف أقوم بفيديو قادم بإذن الله. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. أحبكم في الله، مع السلامة.